يو للفانز والكروموسو 2019 غنبداو من الاخر. بدينا جديد السكن الاقتصادي هو غيولي يتبنى العروبيه البديه من بعد ما كان كيتبنى في العروبيه المدينه، طبعا طبيعه الحال اطار تقريب البديه للمواطن، والبناء يكون عن طريق رخص التعمير الاستثنائي اشهد العباد السكني وصدقات الحكومه. كذلك على 100 وحده سكنيه بدل 500 وحده سكنيه، هادشي كامل باش تشجع المنعشين الصغار باش ياخذوا المبادره ويوليو يبنيو حتى هما السكن الاقتصادي. اما فيما يخص عقود الوعد بالبيع اللي كنديروها عند الموثق ولا العدول، ولا واجب عليك انك تسجلها كاي وثيقه رسميه وتخلص عليها واجب ثابت محدد في 1000 درهم للمديريه العامه للضرائب. يعني الناس اللي مازالين كيديروا عقود الوعد بالبيع عند الشركه ولا في البلديه ولا في كاتب عمومي نسى عليا هاد التويشيه. اما التجار حريرتهم حريره معلم كما كنعرفوا كاملين. ولاد الحكومه فرض على التجار الفوتشاره، بمعنى باع شي حاجه يعطي الفاتوره، شرى شي حاجه يشد الفاتوره في اطار محاربه الكونتروبوند، وجرد مباشره من التجار هو يهبطوا الريدو ويضربوا القفل. وفي هذا العام بالضبط اي التزامات او اعترافات او ديون او رفع يد عن التعرض خاصو يتسجل، ولا غتكون ديك الوثيقه ما عندها حتى قيمه. بالنسبه للناس اللي عندهم السيارات راه كاينه زياده في لافينيت، زياده 50 درهم بالنسبه للسيارات اللي كتقل على 10 شوفو، 200 درهم السيارات اللي كتروح ما بين 11 و14 شوفو، و500 درهم السيارات اللي كتعادل او كتفوق 15 شوفو. ترى ما كاينه الزياده حمادي، وهذا بلان جديد ومن هذه الكارو وارتفاع صاروخي جميع منتوجات التبغ ب 60%. يعني تقدر تشري كارو ماركيز ب 4 دراهم، اصلا الكارو حرام. واي شخص ذاتي او تعاوني او شركه بغات تبني شي بقعه والمتراج ديالها كيفوت 300 متر تكون مفروضه عليها التيفيا، هذا بلان زوين. واللي عنده اقل من 300 من طبيعه الحال معفي من التيفيا. اما الموظفين حريرتهم حريره، الاقتطاعات ديال التقاعد في هذا العام وصلوا 14% من بعد ما كانوا في 2016 غير 11%. تريح اصاحبي، موظف مازال كيشد 400 دولار اصاحبي وتتقطعوا له 14%، راه امبوسيبل. وخدم عليها في الشمس والوقوف ويسمع عليها الهضره والعقوبات والتوبيخ، اش نقول لك؟ الله يجيب لي فيها الخير وصافي. واخيرا وليس اخيرا، التجنيد الاجباري يدخلوا حيز التنفيذ، وان شاء الله تكون الاستدعاءات في سبتمبر 2019. ومجموع المجندين 10000 شخص، 90% دراري و10% بنات، الدراري اجباري والبنات تطوعي. وكاين بعض الحالات معفيين، اللي مزوجين اللي مدوزين للحبس ولا اللي مازال كيقرا، واخا تكون معفي وتفوت 25 لسبب من الاسباب غيعاودوا يعيطوا لك واخا توصل لك 40 عام. وبالنسبه للتعويضات الماليه كتروح ما بين 1095 درهم حتى 2000 درهم. وان شاء الله هاد المواضيع كامل اللي ذكرنا غنشتتوهم بياس ديتاشي في حلقات اللي جايه. وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك اعجاب وتعليق وتبارطاجيو المحتوى مع الاصدقاء ديالكم. حلقتنا تسالات والميساج راه وصل. اديوس اميغوس.